اليونت السابع كتاب النشاط صفحة 167. نجي على F، نجي نحل بنات. أيضا هنا عندنا دلائل أريد تتذكروها. أولا إذا شفتي take قبل استخدمي قاعدة I am going to. I am going to طبعا منها يجي وزاريات جاية. I am going to take. نجي الثانية أيضا الفعل take راح أقول I am going to take. الثالثة نجي يقول when فراغ classes فراغ start. هذا الكلاسز هو شنو؟ غير عاقل. قلنا إذا شفنا غير عاقل نستخدم شنو؟ المضارع. وما دام سؤال وأريده بالمضارع لازم أقول when do classes start، ينزل نفسه. classes أيضا عندي ضمير غير عاقل ونهاية الجملة أكو وقت. ما دام ضمير غير عاقل قلنا نستخدم زمن المضارع البسيط. المضارع البسيط الفاعل هنا جمع، لازم الفعل ينزل مجرد كما هو فعل مجرد خالي من أي إضافة، ينزل begin. That's too bad. I عندي هنا I الفاعل عاقل ونهاية الجملة عندي وقت تاريخ next week. فش راح اختار؟ اقول I am visiting. اختار المضارع المستمر. I تاخذ am و visiting. I am visiting. نجي هنا we فراغ عندي ايضا on Monday تاريخ. اذا شفتي الفاعل عاقل وعندك هنا بنهاية تاريخ وقت، انت حتى لو هاي الافعال دلائل الافعال اللي اخذتيها ما تتذكريها، ما دامك التاريخ راح تستخدمين المضارع المستمر. الوي تاخذ شنو؟ الوي تاخذ ار وراها الليف اسوي اي ان جي. اخر جملة عندي بدايته in the morning. اذا شفتي بداية الجملة منطيج وقت راح تستخدمين الفيوتشر المستقبل المستمر. مستقبل المستمر قاعدته شنو؟ will be وفعل ing. I will be sitting. I will be sitting.